الكنافة الكذابة، أو زي ما بسموها كنافة التوست. أكيد هي مش الكنافة الأصلية اللي بنعرفها، بس هي بديل كتير رائع للكنافة. نكهتها كتير مقاربة للكنافة الناعمة، وطعمها كتير لذيذ، وطريقة تحضيرها كمان سهلة. تعالوا نشوف مع بعض. أول إشي رح استخدمه هو خبز التوست. عندي 8 شرائح من خبز التوست. بإمكانكم تستخدموا الخبز العربي أو خبز الفينو أو أي خبز موجود عندكم. أول إشي رح أعمله هو أني أشيل الأطراف أو الحواف البنية لخبز التوست. بستخدم سكينة الخبز وبرفع الأطراف زي ما شايفين. الأطراف هاي أنا ما بستغنى عنها أو ما برميها، بتركها بالفريزر بكيس خاص، ممكن أني أطحنها وأستخدمها بكتير من الوصفات مثل قلي الدجاج أو البطاطا. صار عندي هون الخبز جاهز. رح أخذ الخبز مباشرة على الفود بروسيسر. حطيت كمية الخبز كاملة بالفود بروسيسر زي ما شايفين. رح أطحن الخبز لحد ما يصير عندي كتير ناعم خالي من الفتات. شوفوا كيف صار شكل الخبز. هون صرنا جاهزين للإضافة الثانية. عندي 3 كوب من السمنة. استخدمت السمنة البلدية، كتير رح تعطي نكهة أطيب ورح تخليها أقرب بكتير للكنافة العادية اللي بنعرفها. عندي هون صبغة طعام أو ملون طعام لون برتقالي، طبعا هو اختياري بس رح أضيفه لحتى يعطيني لون قريب كتير للكنافة. طبعا هاي الوصفة مثالية للأشخاص العزبيين أو للأشخاص المغتربين اللي ما بتتوفر عندهم عجينة الكنافة، كمان بالأيام اللي صعب نحصل فيها على عجينة الكنافة. طحنت المكونات كتير منيح لحد ما صارت برتقالية اللون وتوزعت السمنة مثل ما شايفين مع الخبز المطحون. هلأ بدي أحضر القالب. اليوم أنا الكمية اللي عاملتها كمية صغيرة بتكفي تقريبا 4 أشخاص. رح أعمل قالب صغير قياس 15×25 سنتي. هذا القالب يفضل أنه تكون حفته رقيقة أو رفيعة. دهنته بزيت أو بالسمنة، أو في حال كان جرانيت مثل القالب اللي استخدمته مش لازم ندهنه بشي لأنه العجين أصلاً تحتوي على السمنة. يفضل أنه ندهنه حتى ما تلزق معانا العجين. رح أوزع كمية العجين زي ما شايفين. لو بتشموا ريحة العجين لما بتحضروها رح ما تلاقوا فرق نهائياً بريحة الكنافة اللي بنشتريها جاهزة. رح أبدأ أفرد الخبز بهذا الشكل وأضغطه، ومهم جداً أنه نخلي حواف بارزة على جوانب القالب أو الصينية زي ما شايفين. مهم جداً أنه نضغطها كتير منيح حتى تاخد شكل القالب وتطلع عندي مرتبة لما ننتهي من الخبز. هون رح أستخدم 1 كوب من جبنة الموتزاريلا. فردت جبنة الموتزاريلا مباشرة فوق الخبز وتركتها على جنب. أما الطبقة الثانية رح أعملها هي القشطة. عندي طنجرة هون على البارد، ضفت 1 كوب من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة. رح أضيف له نشا، 2 كبار مليانين، 1 كبيرة من السكر. الهدف من السكر ربط المكونات مش التحلية، لأنه أكيد بدنا نستخدم القطر. حركت المكونات على البارد، بعدين رفعتها على النار مع التحريك المستمر. كمية القشطة قليلة رح تغلي معي بسرعة. مباشرة لما تبدأ بالغليان وتعقد وتتكثف وتصير عندي بهذا القوام اللي شايفينه معي بالفيديو، هيك صارت القشطة معي جاهزة. هلأ رح أرفعها عن النار، والخطوة الأخيرة أني أضيف لها القشطة المعلبة الجاهزة أو الجيمر. زي ما شايفين رح أضيف 1/4 كوب. في حال ما توفرت ممكن نضيف كريمة الحلويات. رح أستخدم كمان 2 معالق صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد، واستخدامه اختياري، ممكن نبدله بالفانيلا. رح أخلط المكونات كتير منيح لحد ما تصير كريمية وتتجانس القشطة مع القشطة المنزلية اللي حضرناها. طبعا حشوة القشطة هي اختيارية، ممكن نستغنى عنها ونضيف فوق الموتزاريلا أي جبنة بيضة منحب نضيفها مثل العكاوي أو النابلسية مثلا، بعد ما نحليها كتير منيح من الملح. إضافة الجبنة للقشطة هون رح تعطيها مطة وطعمة كتير لطيفة ولذيذة. هلأ مباشرة رح أصب كمية القشطة وهي سخنة فوق الجبنة والخبز اللي حضرناهم وضغطناهم بالقالب. بنصبها وهي سخنة لأنها كثيفة رح تتماسك معنا إذا تركناها تبرد. رح أحاول أوزعها كتير منيح بواسطة السباتيولا. مهم أني أغطي طبقة الجبنة بهذا الشكل. هيك صارت الكنافة عندي جاهزة تفوت الفرن. يلا هلأ ناخدها مباشرة على فرن محمى مسبقا على الرف الأوسط، درجة الحرارة 180، وبتحتاج بالضبط نص ساعة. في هاي الأثناء لازم نحضر القطر، لأنه القطر لازم يكون سخن والكنافة سخنة. عندي هون طنجرة على النار، رح أضيف فيها 1 كوب من السكر بالإضافة لنص 1/4 كوب مي. بدون تحريك رح أتركهم لحد ما يبدأوا بالغليان مثل ما شايفين معي. مجرد ما شفت الفقاعات رح أضيف عصير الليمون. رح أضيف 1/4 معلقة من عصير الليمون أو 1/4 معلقة صغيرة من ملح الليمون. رح أهدي النار لأدنى درجة وأتركها تغلي لمدة 5 دقائق متواصلة.
القطر عندي صار جاهز وسخن، والكنافة جاهزة وسخنة مباشرة. رح أطلعها من الفرن، رح أتركها على طاولة المطبخ بس لمدة 5 دقائق يريح الخبز شوي حتى ما يشقق معي لما أقلبه. هاي خطوة ضرورية. بعد مرور 5 دقائق لسه الكنافة سخنة أو تقريبا دافية، بقدر ألمس القالب بإيدي. بس هون مباشرة رح أقلبها. حضرت صحن يكون يوسع القالب ويكون أكبر من القالب، ومباشرة رح أقلبها فوق الصحن زي ما شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، رح نلاقي إنه الكنافة نزلت كاملة بشكل رائع، لونها ياخد العقل. مباشرة رح أسقيها بالقطر السخن. طبعا كمية القطر مش محددة، زي ما بتحبوا أنتوا حلاوتها وقد ما بتحبوا تضيفوا من القطر أنتوا طبعا قرار شخصي. رح أصب كمية من القطر فوق الخبز أو الكنافة. الخبز هلأ بطلت خبز، أكيد صارت كنافة كتير لذيذة وطيبة، ريحتها طبعا بتشهي. ولما نصب القطر عليها مباشرة رح يتشرب وتعطيني نكهة الكنافة تقريبا مماثلة لإلها. رح أزين شوي بالفستق الحلبي، ممكن نستخدم أي نوع مكسرات وممكن نقدمها مباشرة بدون تزيين لو حبيتوا، بما أنها وصفة اقتصادية وسهلة. رح أقدمها وهي سخنة، طبعا هي كتير طيبة حتى وهي باردة، لازم نقدمها سخنة بما أنها بتحتوي على الجبنة وبدي إياها تكون دايبة ولذيذة. كمان استخدمت الورد المحمدي للتزيين فقط. هيك صارت كنافة الخبز أو كنافة التوست أو الكنافة الكذابة عندي جاهزة. تعالوا ندوق مع بعض ونشوف شكل القطعة لما بنقطعها قديه حلوة وغنية. ريحتها بالسمن البلدي رائعة جدا، قوامها مثالي، بتقرش من برا والحشوة دايبة وطرية. بدي أفرجيكم قديه تقطيعها وتقديمها سهل، وإن شاء الله ألف صحة وهنا.